آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طبعا نحن لا نمد المنفصل، نحن في الحفظ لا نمد المنفصل، فلا إله هذا منفصل فلا نمد، نقول لا إله إلا هو، لكن الملائكة وقائما يرد مد متصل أربع حركات، فنقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. تفضل. الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. جاءهم يا أحمد، جاءهم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. مد ست حركات يا أحمد، مد لازم. فإن حاجوك، أأسلمتم، اثنين همزة، فنقول أأسلمتم، والأميين أأسلمتم، والأميين أأسلمتم، وقل للذين أوتوا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بغير حق ويقتلون الذين يأمرون
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لا، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. تفضل اقرأ، بارك الله فيك. والله بصير بالعباد. يأمرون أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. نعم، جيد، بارك الله فيك. اليوم انتهينا، نلتقي غدا إن شاء الله بإذن الله، نسمع الصفحة الأولى والثانية والثالثة من آل عمران، ونراجع على النصف الثاني من جزء تبارك، والأبيات التي أخذناها في التحفة إن شاء الله. جيد؟ نعم، اجتهد يا أحمد، بارك الله فيك. هل تريد شيئا؟ اذهب إلى الغداء أو الفطور.